أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا كانت أمي غير مسلمة وهي في حاجة إلى المال ولكنها لا تطلب ذلك مني، فهل يجب علي إعطاؤها ما تحتاجه ولو لم تطلب ذلك مني؟ نعم، إذا كنت تعلم حاجتها يجب عليك أن تعطيها حاجتها إذا كنت تقدر على ذلك، لأن هذا من البر ومن حق الوالد على ولده. نعم.